مشي ديار صحار ورعام الشيار مع ابو صبوع مزار وفضه برقعه وزغل مورق نايم والصدا وكار رويده دام هالساود هاجعه هذا مقصب طويل سالفته طويله عريضه حن سالفتنا يقول لك امشي الحاجز الحاجز امشي الحاجز الحاجز سألنا الحاجة قول لي كم كيلو رطب وأنا بخبرك قول لي كم عضق الموز وأنا بخبرك حط لي هذا القدو قدامي ويجلس يتكلم فيه ولا يتبقوا حاضرين فيه تبغى السمك موجود تبغى الخضرة موجودة بس آمر تبغى همبة تبغى لومي تبغى أي مخضورات حاضرة عندي أنا من يطلب من الفحل بزرة ومن يبل محار وزعوه ومن عمي من عيني اليسرى واليمين يشوف بالقوة السلام عليكم أبوي مرحبا حياك الله كيف حالك طيبين أنت بخير نزلت السوق نعم يقول لك امشي الحاجز الحاجز ايش تكملته والله ما اعرف امشي الحاجز الحاجز والله ما اعرف كوس مره ما يحتاج نظارتك وايد حلوه انا يسموني الغاوي احلى عنها اي الغاوي اغنيه حل منتخب عمان هذه اغنيه عاد قلدوها يا صباح مغنيه بعد غاوي صباح مغني الغاوي هي وصلاح الزجالي مغني الغاوي غاوي هي وانت الغاوي كلك وانا الغاوي كلي وفريقنا على منتخبنا اغوى عني انا بلف مره ما يحتاج بعد اسمع لي بروغه والله انه مرات ما دائما يعني مرات نسمعه كذا يوم في الخط نمشي مكان بعيد ان شاء الله عشان ما ننام يعني في الطريق زين يقول لك امشي امشي الحاجز الحاجز ايش تكملته والله أنا ما أعرف أن الحاجة هذا يعرفه كيف هو زميلنا جاي معنا يقول لك أمشي الحاجز الحاجز إيش تكملته الحاجز الحاجز إيش عرفني بتكملة الحاجز الحاجز نمشي عليه إيش على التصوير عندنا وقت حتى التصوير تصوير تصوير إيش يبون يقولون ليش تبى أنت التصوير هدود أنا ما هود من هو أنا بهبط ما هود الروح مقتلك أنت تبعني هود وراك تط تدوس الباط قول اشوك ايش عندك ايش علوم من ديارك وايش الحق الغريب وايش انخلاف مسيارك عقب الوهد والطيب ايش عندك تحيد العام الماضي برنامج هدهد ما حيده ما شفت التلفزيون العام الماضي ما شفته ذكري مسويك ايه تعرف انك الولد؟ ما يحتاج ذابحني ذبح غير ايش اسوي؟ تعال شفت يا ابني الشيب والله ما ايش بسوي؟ ايش بسوي بعمري ولا الشيب يا ابني ولا انا يا الله يا الله اخ اخ اقول لك الشيب يا عم
معذبني عذاب 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 كانت تصدقني معذبني غير ايش اسوي اصيح نبصيح هاك بهاجني ها هاك تشوف هاك الرجال هاك بهاجني نبصيح لكن ما شافوك في الحويه؟ كل الناس سمعت تكلم يا ابو العلوم وكل مكان حتى من السواحل واحد من اللي وضعنا من السواحل قراتك في التلفزيون في السواحل زنجبار زنجبار شافوك في زنجبار؟ زنجبار العام الماضي العام الماضي نعم خبرك قالك شفناك في زنجبار في العام الماضي هذا حمد ود سالم ود مفتاح يقول طير القطار لا نغنى قمة غصون الغاف ولنا الهوامش جني يا ابو خدود ارهاف وكوس الوطن لا انهبت وفضي بكلام خلاف ووسق ديارك زيل وبوياد للوصاف ويوم ما كسبت ذنوبي وتالي نظرهم تالي نظرهم شاف اول ودي يا هلاكي يا صاحبي تلاف ان تكون حاب حتى الم ما تبغى يا الله وشيبي وشيبي زين ابوي هذا كلام صغير؟ هات لي بعد غيره كاك اقول 6 و8 ليالي في دار مبعدين وسقم السنه ما ظاني خلف علي ضين بهاجيك بفطانه ما بحاشد فتين عود النبات وحشايه وشيبك يا ظنين وبرقن على المغيبي شرو الذي زفين وشيبي واني كالي عن شده مقبلين مر بسلامه وقفه يا ابو عود الركين بيع القلاص بيعوني لا تقولوا مدهنين اختم تقول الهادي يا مواد عوني يا الله يا ولد الرميات يا شيخ بطني يا ولد الرميات الحين يا انا سمعت اني يعني ابوي مسعود وقال الحين معرصين ايش انت ايش معرصين صدق الوالد عاشق الدول لا 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 ما بعاشق حد هاش على الدنيا انت اخ تياسسني على الطريق هذه لا بعدها لا يجي بعدها انت اقول لي خدمتهم في بلاد وخدم اول فلاح ليل ونهار مرتاح والحين سمعت مني رجال اول فلاح اقول لك ليل ونهار مرتاح في بلاد شيء سهل اسقي سقيت اول سنين مع شايبي واخوان من ما شايبي من الطفر نابر هات لي غير قصيده ايش تبغى قصايد ريت الزليخه بعيني وفوق زلان الوطن ويوم مره وحف لني كانه انت يا فلان ويا خالقي ترزقني ولون ثوب كفان وتكعم عيون الحاسد يوم مره واخطفان في نعود دقيقه ومايل وشروى الفجوق يحن وياسمين سياره فوق عليها بسن والرازقي له ريس كانه ملك بعدان واختم تقول الهادي وليل ونهار بحن ليل ونهار بحن ليل ونهار بحن ليل ونهار الله بتحن ليل ونهار ساهر مع الليل وحداني لا النوم ياني ولا من اعشق ياني شوف انت ارقد ليش ما ترقد انت لا تبلى عمر وراك تسهر ها قول لي وراك تسهر ليش تسهر ارقد ايش صار مو قصة الرجال ترى الذي نبت انت وبتبات حرس الليل كلها بيجيك معشوق معشوق جاي انك وانت روحك سهران على هامش الاخبار وقام شد لي حمر الدبية تشبه شرار مدماني حلوة تمسد وعربية حلوة المعارب واللذانية تاكل البايد عليك بالزي المورة الجديد بس خلاص والحاجز الحاجز 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 ما اعرفه قال همبل عوفي حليب روحي ما ادري كيف كذاك يقولوا قال لا تاكل البايت يقول واحد حنزينا فايت عن شغلكم معنا شغل غيره بنسخن البايت حال الذي يقصد علم سيره تبى حبه هريوك شل مجان تسلم اقول لك ابوي امشي الحاجز الحاجز ايش تكملته بنكمل الحاجز القدار يوم يكون نصه بنكمله بنبني تفضل ماذا تريد ماذا تريد تفضل تفضل انا اشوف هذا شو هذا خلوا لي هالميمر هذا ما سالني الحاجه قول لي كم كيلو رطب وانا بخبرك قول لي كم اذق الموز وانا بخبرك محط لي هذا القجو قدامي ويجلس يتكلم فيه كيف حالك الحمد لله انا سالم هلا سالم اهلا حياك سالم الله. حياك الله سالم انت بخير عافاك الله مريح الحمد لله ايش هالنظاره الحلوه هذه يا سلام عسليه عيونك عسليه حلوه علاج نظاره عسليه ام عيوني
الله يحييك عمي مسالم. هل بك شيء أمر علينا الشيخ؟ تأمر علينا بحاجة؟ أها بقصيد؟ نعم قصيد. قصيد؟ قال لنخل العوينة قريب الطيح وراعي الوصية وصوماتي ولا يغترك الثور يا سالم بون الطيح بتشوف عيونه وصيماتي. كيف كيف؟ امشي الحاجز الحاجز واترك الجانب العاجز. او ايضا امشي الحاجز الحاجز وبتكسر جدار العاجز. العاجز. امشي الحاجز الحاجز وبتكسر جدار العاجز. امشي الحاجز الحاجز وبتكسر جدار العاجز. من اسمك الوالد؟ سعيد علي عبد الله الرحيلي. صح عمر؟ سعيد. يقول لك صح، فزت معنا بجائزة نقدية مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان برنامج هدهد. تفضل الوالد، تستاهل. صف قوله. عن سو لعين عصر ماسي صادني كسر ضلوعي ولا بقى عظم ميراه إلي عن سو لعين عصر ماسي صادني كسر ضلوعي ولا بقى عظم ميراه يسوى لي ولاي وبر صنع ودوعني بر العيارين وبر العيم يسوى. أقولكم بلاد ما فيها ليوى بلاد ما فيها ناس ولا يبال ولا ماي بلاد ما فيها ناس ولا يبال ولا ماي. بلاد ما فيها ناس ولا يبال ولا ماي ايش هذي؟ لا فيها راس ولا فيها يبال ولا ماي ما يصير ما يصير ما عندي والله ما عندي النار 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 أعوذ بالله من النار. بلاد لا فيها ماي ولا فيها ناس ولا فيها جبال هذا يمكن الهواء أو حاجة يعني. لا خذ لفة وارجع ها هي إذا حد حله ترى نصيبه وإذا ما حد حله ارجع علي. من ده اللي كامل ايش من الامور ايش يبون ايش يعني هود هود لما عاقل الرجال الاول تصوده هو عنده هود هود انا مش معي هود هود حلمنا ما سته في سته ولا بلاش صيغه فوقها سته سته في سته. خاف من الرب خاف ما تخاف من الرب يا بنت هو ما بنى هو ها سكر خله مراره خله مراره من كثره معجاد من كثره معجادنا العخزامه ما ناكل الصرفات الصرفات ما حد ياكل تدوين احنا ناكل حلمنا ما تستوي سته في سته ولا بلاش صيغه فوقها سته سته في سته نو ما تستوي سمعت بصيغته وسمعت بصفافه وكل شيء امورها كلها تنتهي ما يحتاج لك حلم عرفنا احنا اللي سوى مبودي مسعود قلت لك بنبوع يوم تيل الحديم هذا راح تبقى ها ايش يبغى من هنا اللي قالوا لك عرس بعدك عرس ايش عرس عرس تقبوعه هاي بيجيني ديك ينقب هاي ديك بينقب قبل واد من اللي تبي على الخنيه؟ لا نهار ما بموت لاقي لها ولا دام اني بعد باجي معي ربع ريال احسن اكل اكل ربع ريال من الف ها؟ الف ريال الف ايش؟ الخنيه وش بسوي به؟ ايش بتسوي بالالف؟ ها؟ واي اخذ بحلم ومرقد وبس زين ما تصير في قلبي انا انا ما تمشي معي ايش احسن لك تاخذ حرمه شيء احسن ايش احسن خنير ها خنير ها ايش بتفيدك الخنير الحين عرب شافوك انك رجل ما شافوك ما شافوك تهز عمرك شافوك رجل من خيال العرب قلت لك ألف ريال انزل ألفين ثاني ما بيع يقول رجل ضربني متصقع انا قلت لك يا شداد ما ابغى نخيل قعد انغالي ومدر صقع ما ابغى ابيع شيء أنا ما بيع شيء. انزل ألف ريال. حتى 16,000 ما أبغى. أتصدني خنجري. تبيع ب20,000؟ ما بيع شيء. تعال العام خميس تعال. تتقفني أنت الحين أنا بصلي. صبرت مكان تمكن. أقول لك. أنت الحين الكلمة اللي قالها سالم بسطان ذمني فيها. من هي؟ لك يا الخنجر. عيد عنك الهدية. أبانا لا عنك الخنجر. أنا يوم قال لي أبو سالم شو عندك خيلة؟ قلت لها تبيعها؟ قلت لا. من أبيع بالصندل؟ ما يستوي
قال لي اني ما اطري لك الخيل اللي انت تقول بها الخيل هذيك 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 الساسه لا بيت انا اقول لك الخيل الصحيحه الصحيحه ما بيها كان علي اقول له ارتعشت هيك تقول لي الخيل هذا اللي واقف اللي ماخذني قبل قبل الخيل قبل الخيل قالت انك خيول هاك اول اول انت اول 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 عندك انا سمعك او كلامك شامل قلت لي خاشم لا لا خاشم لا 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 ما ضورك ثاني ما اقول لك انا مقتلك ما خاشمت اول او مقتلك ما خاشمت لا 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 محمد عاد محن انت ولا سميني ها عيبني وابك ايش الواب هي ايش ها ها لا 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 تجيبي هذه في مخاشه من عندك عافي فوق راسي فوق راسي كل شيء انت باب عطيك واما بتعامل شيء شيء بقول لك ولا ما اني مخاشم انا راع الناقه طبهم انا راع الناقه ايها وابوك اصبج يقول لها طال عمرك انا لا اكتب ولا اقرا ولا اعرف المكتوب وش هو انا بدوي ولي عيش يدن عثره في السمر والموقد وضوه وعشت مع القعود والبكره يا حلا وقتي وهو جوه ما شكيت الريل من كسره ثبت يلي مطوي روه طالبني طلبه عسره احبي بي حاد المروه من يطلب من الفحل بسره ومن يبي المحار وزعوه الزين يقول لك بلاد بلاد ما فيها يبال ولا ناس ولا ماي بلاد لا فيها ماي ولا ناس ولا ماي والله البلاد هذه وش اقول لك عنها مستحيل ان ندلها ولا اعرفها خارطه ايوه خارطه صحيح صف قول له من اسمك قلت لي خالد محمد احمد نفاني خالد انت اجابتك صحيحه فزت معنا بجائزه نقديه مقدمه من تلفزيون سلطه عمان برنامج هدهد تفضل من ده اللي كامل ايش من الامور ايش يبوني ايش يعني حلمنا ما تستوي ستة في ستة ولا بلاس بصيغة فوقها ستة؟ ستة في ستة لا أنا حبن ها؟ أنا حبن مر 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 حنظل حنظل أخس أنت حبن؟ أعلم أنا رعناق أيها وأبوك أصبحت